فلماذا الصين تعامل المسلمين هناك بهذه الطريقة وبالتأكيد لا تجرؤ على معاملة ديانات أخرى بنفس الطريقة يقول البعض؟ سنفتح الخطوط بعد قليل لكل من يود أن يدلي بدلوه ويشارك، ويريد طبعا بعضكم ربما لديه معلومات إضافية يضيف لما ذكرناه في هذه المقدمة، وإذا كان هناك بعض مسلمي الأوغور يستطيعون التحدث بالعربية أنا أرحب بهم إذا كانوا يتابعوننا الآن. ولكن في البداية أرحب بضيف الحلقة ينضم إلينا الأستاذ عبد السلا تكليمكان، رئيس حركة الجليل الجديد لتركستان الشرقية من إسطنبول. سيد تكليمكان السلام عليكم وأشكرك للانضمام إلينا في هذه الساعة. يعني لو بدأنا بهذه المعاناة الحقيقة وفي رأس السنة الصينية وما يعانيه الإيغور هناك من إجبارهم على تناول لحم الخنزير وشرب الخمور، ما الحقيقة في هذه الشكاوى من قبل المسلمين هناك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تشرفنا بكم أستاذي. أولا قبل كل شيء، الصين دولة ديكتاتورية تمارس كل ما تريد أن تفعله بالقوة والسلاح. في رأس السنة الصينية التي مرت قبل بضعة أيام، الصين أجبرت المسلمين على تناول الخمور ولحم الخنازير. هذا الإجبار بعض منها إجبارا بالسلاح وبعض منها إجبارا بالضغوط النفسية، كما مثلا أن أخوك أو أختك أو واحد من عائلتك في السجن، إذا لم تتناول هذا الأكل أو هذا الخمر ممكن أن تلحقهم في السجن أيضا. والسجون هناك سجون يعني في حالة غير إنسانية، نستطيع أن نقول حالة غير إنسانية. التعذيب الذي يحصل هناك تعذيب يفوق خيال كثير من المسلمين. طيب لكن هل تساءلتم سيد تكليمكان لماذا الصين تعاملكم بهذه الطريقة أو تعامل مسلمي الإيغور بهذه الطريقة؟ التساؤل موجود والجواب أيضا صريح وواضح. الإقليم غني بالموارد الطبيعية، هذا من أحد أسباب معاملة المسلمين لهذه الطريقة، لأن الصين تريد أن تتخلص من صاحب الأرض وتمتلك الأرض لنفسها، ومن ثم تستفيد منها بطلاقة وراحة من غير أن يزعجها أحد. هذا واحد من الأسباب. طيب يعني إذا كانت المشكلة هي الثروات، فهؤلاء المسلمون هم جزء من الصين ولم يمنعوا الصين من استخدام استغلال هذه الموارد، يعني لا يبدو الأمر يعني بنظر البعض ربما مقنعا جدا. ما تقولونه صحيح، الصين لم يمنعها أحد من استخدام هذه الموارد. الصين تستخدم هذه الموارد منذ 70 سنة منذ أن احتلتنا، لكن المشكلة أن هنالك مشروع جديد للصين يمتد من أقاصي الصين إلى أقاصي أوروبا، وهي ما يسمى بمشروع طريق الحرير الجديد. وهذا الطريق الجديد يمر من تركستان الشرقية أو من ما يسمى رسميا بسنجان. لذلك الصين تريد تأمين هذه المنطقة، والمنطقة بما أنها محتلة ومضطهدة فالمنطقة غير آمنة بالنسبة للصين. الصين تخاف من حدث أي مشكلة تجاه هذا الطريق الذي يحول الصين إلى قوات عظمى. طيب. الصين تحلم بأن تكون بدل أمريكا في قيادة وريادة العالم، لهذا هذا الطريق الحريري مهم بالنسبة لهم وهم يحاولون تأمين هذا الطريق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الصين فلسفتها التاريخية تقول الناس صنفين، إما معك وإما عليك، لا يوجد من يعايشك، لا يوجد من يلائمك، لا يوجد من يناسب معك، إما أن يكون مثلك ملحد مشرك، وإما أن
يمحى من الوجود أن يطمس. هذا ما تعتقده وتفكره الصين، هذا فلسفة صينية منذ تاريخ يعني. طيب سيد، سيد هذه بعض الأسباب يعني. نعم طيب سيد تكليما، كان ياريت لو تعطينا ولو لمحة موجزة عن تاريخ الأقلية، أقلية الإيغور هناك في الصين، وأصولهم وتعدادهم خصوصا للجمهور العربي الذي لا يملك معلومات ربما كافية ووافية حولهم. نتشرف بهذا إن شاء الله. الإيغور شعب مسلم تركي دخله الإسلام في عهد الأموية، الدولة الأموية في أواخر القرن الأول الهجري بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي. هو قبيلة من قبائل الأتراك كما نستطيع أن نقول، وهم يعيشون في آسيا الوسطى وخصوصا في منطقة تركستان أو شنجان كما يزعمه الصين. تعداد المسلمين هنالك يعني الإحصائيات الرسمية تقول شيء ونحن ندعي أشياء أخرى، لأن الإحصائيات الرسمية يعني غير مقنعة. فالإحصائيات في سنة 1948 كانت تقول أن السكان 6 مليون في تركستان الشرقية، و 98% منهم أويغور مسلمين، يعني أتراك مسلمين، ليس أويغور فقط، أتراك مسلمين. وبعد مرور 70 سنة الصين تزعم أن تعداد الأويغور 11 مليون. فالتساؤل يعني يطرح نفسه، نقول هل الصين تغير وتعطينا معلومات غير صحيحة، أو أنهم قتلوا ما تزايد من السكان؟ يعني كم تصل تقديراتكم أنتم من ناحيتكم أنتم؟ من ناحيتنا نحن الآن يعني تقديراتنا ما بين 35 إلى 40 مليون مسلم تركي يعيش بها في المنطقة. هذا بالإضافة طبعا إلى باقي المسلمين الذين يعيشون في أقاليم صينية أخرى بالتأكيد. طبعا هناك مسلمون صينيون أو مسلمو الخوي كما يسمون أنفسهم، وتعدادهم يزيد عن 70 مليون. يعني مسلمي الصين حسب الإحصائيات غير الرسمية يعني بما فيهم تركستان يزيد عن 100 مليون مسلم، وهذا عدد يعني ليس بالقليل. نعم هو تقريبا أقل قليلا ربما من عشر سكان الصين. لكن دعني أختم معك سيد تكليما، كان لماذا باعتقادك تركيا تقريبا على الأقل وفق متابعاتنا هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تصرح وتدافع عن هؤلاء؟ أين هو الموقف العربي والإسلامي ولماذا يبدو شبه غائب باعتقادك؟ هذا باعتقادي من جهتين، من جهة العالم الإسلامي غير واعي بما يحدث. العالم الإسلامي لا يعرف ما هو المعاناة، من هم الأيغور، ماذا يعانون، ماذا يحدث هناك. العالم الإسلامي فاقد الوعي في هذه المسألة. من ناحية أخرى المصالح المشتركة بين الصين والعالم الإسلامي هي التي تحفر، لكن هنالك أمل يشرق. فإخواننا في ماليزيا وإندونيسيا بارك الله فيهم، في قبل شهر وشهرين دعمونا بمظاهرات حاشدة في ماليزيا وإندونيسيا، فهذا شيء يفرح. وهنالك برنامج قبل ما يقرب من أسبوعين أو يزيد في البرلمان الكويتي، وهذا مجلس الأمة الكويتي، فهذا شيء يفرحنا. يعني البرلمانيون الكويتيون أجروا فعاليات في مجلس الأمة تضامنا مع المسلمين الأويغور، فهذا شيء يفرحنا والحمد لله. ونحن نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتبنانا كل مسلم إن شاء الله. السيد عبد الصلاة تكليما كان رئيس حركة الجليل الجديد لتركستان الشرقية، كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر وسعيد جدا بهذا الحوار معك. ما أعظم الإسلام الحقيقة وأنت تتحدث مع مسلم شقيقك من أقاصي الدنيا، ولكن لا يبدو أن هؤلاء إخواننا يحظون الحقيقة بالوقفة والمساندة المطلوبة. إخواننا في الدين وإخواننا أيضا في الإنسانية لمن هو ليس مسلم ويتابعنا الآن.